يلا يلا ابو احمد ابو طلال يلا. هاي ابو شو يلا روح اركب موترك يلا. تبغى خليته للجمعه الجايه سرينا. لا والله هاي امشي يلا وانت ساكت. يلا مشينا. وهذا نزل يسلم على الطعس. تمام. ما اعرف شو وضعه. لا تندس وراي تعال قدامي هنا. تمام. اطلع اطلع السياره يا فراد. لا هذه ها اطلع الموتر يا مراد. فين انت عندك هوك الحين؟ والله ما في هوك. لا بالله والله مع الفتحه ذيك. لا هذه لو سحبنا من هنا ينقلب. هوك امامي ما يمديك تسحب من ورا. مو سحب ابغى جنب. تعك وين؟ الموتر نفسه ما فيني حيل اسوق انا معي مكالمه والله ماني فاضي. معك ايش؟ معي مكالمه والله. كذاب والله اني صادق. شوف مراد مراد شوف اسمعني ابى اسحبك من ذا الجنب بس كذا يعني هي مي سحبه بس نحاول نعدله شوي. سعيد مد الواير هنا كذا واخر راعي الهامر يا شباب. يلا مد كذا مد مد هناك واخر الهامر الهامر ابو شباب الا واخر الهامر واخر انت واخر احمد. لا لا وين رايح وين رايح كذا سيده ها صبرك هذا هذا بسيط هذا ما عنده مشكله. وليد خط مستقيم كذا لا لا سامي على الكلتش يا مراد. دقيقة دقيقة مراد دقيقة 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 وليد هنا طيب اليدين يا مراد يلا جيب هنا كذا ابغى خط مستقيم يوقف كذا ايوه بس ادعس على الواير يلا اربطه عندك هناك يلا وقف هنا وجيب لي سيارة هنا ابو احمد ابو احمد هنا ابغى الهوك حقك هنا وشوك يلا روح اربط ورا في شو اسمه ذا شو يبغى له ربطه ايه هذه السحب اللي حنسحبها تمام بس 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 يا مسلم تمام واخر يا ابو خوي شوق دبر اللي هناك قدمه شوي كذا اللي عند الوارده شوف في عندك هنا حلقه جوا في حلقه تحتها اللي هي وين وين هي من هنا ولا من هناك لا لا من هنا طيب اذا من هنا كويس يلا عطنا وين الربطة يا ابني؟ يا اخي مع ابو احمد الربطة يا ابو احمد وين الربطة؟ خلاص 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 فهي الان ايش يسحب؟ يسحب كذا تمام نعدله بس نرفع وجهه شوي كذا هو مغرز بس لو 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 ما ضرب وجهه من قدام كان من زم من من آه من اول طلع بنفسه ما عنده مشكلة بس شوفوا زي ما تشوفون شوفوا زي ما تشوفون ما عاد فيه خلاص زين انه ضرب فرامل هذا سبب الغياب يغيب له انه شرع ما جاء زين ما كمل هو ركب راسه ها آه. ما في ما في واحد يا اخي مو ترك ما انت حافظ وانت مشكله جينا نسحبه ما لقينا مكان نربط الواير فيه لا عنده لا هوكات لا عنده ولا شيء يا جماعة الخير والله أنا بقولها لكم أمانة شيكوا على سياراتكم لما تورط إحنا نورط معاك ما ندري منين نسحبك ايش تبغى تسوي بس علمنا لا شوي لقدام عشان نحفر له من قدام يا ابني ما يجي قدام الشبك ضارب ارجع ورا ما معك الا ورا ما ينفع انه هنا ضارب طيب لحظه لحظه مراد لحظه مراد لحظه حاولوا تربطوه من هنا من اي مكان يلا طفي السياره بس عشان الشكمان وليد دبروه من هنا يلا كل الوقت اربطه هنا يا وليد وليد فين فين قبل لا تسوي فين ما عندك ما في ايوه بس اذا لف على الكفر مشكله مره هو سناره ذا واير ذا
يلا اربط طيب ورنا يلا. مشكلة مشكلة يا جماعة الخير إذا سيارات دفع رباعي ما 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 تهتم إنه يكون في مكان سحب إذا أنت طحت ولا بتنقذ غيرك. شوي إذا تسيارة لا تعتمد على على دبل وما دبل. هيا الآن دبل دفلوك كل اللي عندهم من 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 ميزات ولا تسوى ولا قرش. كثير كثير واجهنا سيارات وحالات إنقاذ تمام في البر. ابتلشنا ما عرفنا وين نربط لهم. والله اني رابط مرة في كفر في الجنط نفسه بس عساس نحركه شوي. قدموا شوي بس لحظة لحظة ابو احمد على مهلك ها عشي قريوس واخنت لا تلاحقني. يلا سمي بالله شوي شوي معاه معاه. انا قلت لكم قايل لكم شايف صدام حيطير. بس يا ابو احمد ارجع ارجع. عذاب عذاب السيارات اللي ما فيها هوكات. ارجع كمان روح 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 الهوك اللي عندي روح 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 يا ابو احمد ارجع ورا يا ابو احمد. ايش تبي؟ يلا خذ يمين خذ يمين خذ يمين ارجع ورا عندي ارجع 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 واحد هناك مسحوب اليوم ليوم السحب العالم. الصوت انت والصوت يا الهدد ها انت شو اسمه ذا الله لا يسامح العدو خلع الصدام توك تدري. لحظة 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 هيا اسكتوا يا جماعة. يلا مراد خليه يلف. روح يا ابو احمد بس بس ابو فيصل خلينا نحضر له طيب احنا حركناه شوي امدي الان بس الصدام ضارب يا جماعه. ابي انخلع اللي قدامه تسري من غير صدامات. هاي روح يلا اصبر يا مراد. والله يا جماعه الخير اقول لكم اياها بامانه شيكوا على سياراتكم شيك على الهوكات اللي عندك. ما عندك شيء روح عند حداد لحم لك حلقه صح تمام. هذا اخرته فيها صدامات حتتقلع وتطير وتتكسر يعني قل صدام هذا سهل يرجع لكن انت بتتورط تمام. ها بقى في شيء تنسى يربط فيه. طيب الصدام لازم توخر الرمل اللي قدام. ما اتكلم على الهوكي يا مسلم. ايه يا ابو شوق يا ولد يلا فك فك هذا وليد تعال فك فك. اسمع اذا ما راح الرمل اللي في الزاويه ذا الصدام ترى بينخلع. هات طب حاجه تكريك ما ينفع ما ينفع. ما هو حكايه فرد ولا هي مي قوه. انت نازلتك نازله شينه. والله في رجال كان واقف قدام الطعس وذاك. ايه ما هذه صح صدقت صدقت. في هنا اسمعني بس ركز معي في هنا حلقه ولا شيء توك فيه فيه وما طلع فيه. يلا جيب اصبر كذا امشي كذا وازن الزاويه هذه تمام. خذ يا سعيد يا بندر جيب لي الواير عند السياره. روح روح ابغى 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 يمد سيد. ما المشكله الحين ما حيلف الدركسون معه. ابو شوق في حلقه هنا. قدام وين؟ قدام الجنب الثاني؟ هنا بس المشكلة طلوع يا ابو فيصل. شنو طلوع؟ ما نبغى نسحب انت ما انت مغرز نبغى نعدلك بس. لا يمدي لو يجي من هنا طلوع من هنا كذا 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 يسحب بس المشكلة كذا لا كذا لا مو بكذا الدركسون ملفوف يمين. يا اخي الويش حد ابو فارس خشوا لنا مويه هنا يا جماعة. تعال 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 لا لا تحرك لا تحرك. يلا جبنا حل الان خلي خلي شغال وولع الضوء حقه.
الحلقة باينة من هنا، فاحنا لو جبنا نوش نحاول نسحب لو 10-20 سنتي بس نخر شوية كذا ان شاء الله يطلع. يلا ماهر 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 ماهر، خلاص خلاص لا تربط الواير، لا تربط الواير، خلاص اطلع. ماهر لا تقوم، خلاص اسمع بس. هي انا اقول له انا هذه عارف ليش انا ما بجيبه كذا الحين يدق في مكان واحد البكر. ما عليه انت بتسحب شيء بسيط مو كله اللي فوق. انت بتسحب متر واحد بس. يلا يا ابو شوق خلصني. ابو احمد دور كذا وجيب سيارتك وخلي ضوء. ايه وخر يا ماهر وش شفنا منك ابو شوق؟ ادري تحت تحت ارمي تحت يدري من النغم مضبوط. لا 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 طفي خلك ثابت ما ولا شيء. انا بسحب السياره نفسها ما نبغى احد. هاي روح يلف لنا فوق الكفر. اسحب ابو فارس. رد على الناشر على الجهاز يا عيال. وخر يا ابو شوق تعال ارجع ورا هنا. انا ما ابغى يقرب من الصدام. انا عشان كذا برضو. اسحب يا ابو فارس. ما عليك اعطني الجهاز وروح اربط فرامل انت. هات. انا اربط الفرامل. وخر. اضرب فرامل. شوف لي الصدام انت ترى انا ما اشوفه من هنا. صدام حيطير؟ لا قل له لا يشغل ذا ما نبغى منك شيء. يا مراد مراد يا جماعه قل له لا يحرك. صدام روح عندك إذا تقول لي روح روح ما يشوفه إذا هذا وخر أجيب الجيب في جنب نعبط شوية خلاص. فكه يلا تعال أبو فارس عشان كذا أنت ما وزنت السيارة. أطلع وجيب لي موترك فوق عند العيال. شوف تعال أمس تعال عندي. ما هي بهذه شفت الفتحة قدام ولا ورا؟ وين راكب الواير؟ ابغى الخط ستريت كذا يعني مو ترك هنا. يا ابو شوق فك الواير. شوق تقدر تنزله من تحت الصدام ولا حينقلع؟ خلاص اسمع خلي ابو شوق ابو فارس يوخر مكانه يجي هنا. فك من عندك. نعدل اتجاه السيارة. أنا سأل نبغى الواير ما يمشي ستريت لا يضرب في الصدام ولا يضرب في الكفر. ليش؟ أن الجيب ذا رايح هناك فنبغى يجي هنا كذا في ذا الجنب. يا هالطيحة الشينة اللي ما فيها مكان تسحب فيه السيارة. ما أدري أربطك في الاريال يعني ولا إيش بالضبط. ما في إلا هذا الشيء. اربطه في هالمكان ذا ولا ايش اسوي؟ اخلع له رفرفه ذا ولا ايش اسوي فيه؟ خلاص حطه بس كذا يا. انا نحتاج الجيب يروح متر هناك يزحف ذاك الجم هذاك الجم متر. طلعنا الجيب فوق. كله عشان نبعد للصدام لانه كان ممكن نطلعه اول بس المشكله بس بس كافي يا ابو شوق. يلا شغل هذا ونشك وخلك معنا. خلاص واخر يا وليد اسحب شوي. وخروا يلا وخروا. ما علي الموتر طايح تحت ما تخاف. اليوم نص ساعة روح 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 روح
لازم واحد يبدع يا وليد. هذا الفرامل اللي جاي من تحت. يا عيال انتوا تتفرجون ما في احد يفزع فوق. سعيد انت قاعد مربع قاعد فين؟ اجيب لك شيشه؟ روح روح شغل الورق شغل ورق ورق دقيقة يا مراد ما يجي شغل ورق ولف يسار عشان يعدل الطارة روح بس لا ايه يا عيال لحظة اطيع من عندكم اخاف قال جي لي مربوط هنا اهدى رخي يا جماعة والله العظيم اللي ما ينكبنا في السحبات الا الاراء اللي كل واحد يبغى يسوي فنان مع احترامي لكم اللي واقفين هنا ما ينفع يا جماعة الخير انت جالس هناك ما تشوف ايش فيه هنا ادري انه الناس تبغى تفزع بس يا جماعة الفزعة من اثنين ثلاثة بس لا اقل ولا اكثر انا اعطي كلام مثلا من هنا وانت تعطي كلام من هنا ما هو داري وشو قالوا عشي خاص اطلع قدام والواير مربوط كيف يطلع الحمد لله انتهت الحفلة على خير ارجع واقول يا جماعة الخير يا اهل سيارات الدفع الرباعي تمام لا يصلح انك تطلع بر ما عندك اماكن سحب لا يصلح ابدا شيك على سيارتك في الامام شيك سيارتك في الخلف تمام الطيحات اللي زي هذه ما هي سهله تعرضك لخسائر ماديه صدام ينخلع اسطب ينكسر لا ما تدري شيء يعرضك له مو فيها ولا شيء طلعت السياره بسلامه يلا يا مراد مراد ما شاء الله تبارك انتهينا من الفيلم هاي شوفوا الخسائر احد الخسائر هذه نسافة طائرة صدام مخلوع سبت ايش ما عنده ولا مكان ينسحب طبعا انا ايش اسوي تمام يجيني واحد في التعليق يقول لي لو سويت وعملت يرحم والديك تمام ترى الكلام من خلف الشاشة غير في الواقع تمام انت لو جيت هنا حتبتلش نفسنا تمام ما حتدري منين تسحب السيارة ما تقدر تسحبها من المساعدات وما تقدر تسحبها من دفرنس ما تقدر تسحبها من عمود توازن هذا كلها صعبة تنخلع دي ما تقعد الحمد لله على خير وعوضك خير يا أبو شوق وألف سلامة إن شاء الله تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.